لعفاف، خلينا ننتقل مباشرة لأولى فقراتنا لليوم وراح تكون طبية وتحديدا بطب الأسنان. ويعني كلياتنا بنحب تكون ابتسامتنا حلوة، ولكن يمكن خلال الحياة الأسنان بتتعرض لكثير من المشاكل الصحية. لليوم ممكن نخسر جزء من أسناننا، هون بنلجأ للطرق العلاجية العديدة. اليوم مع عفاف يمكن مع التطورات التكنولوجية الكثيرة صار في عنا خيارات عديدة، لكن اليوم رح نتعرف على التعويضات السنية. اليوم حتى لو ويمكن ما في تشوهات او ما في ضروره علاجيه لحتى الشخص يعمل او يلجا للتعويضات الفكيه، ممكن يروح الى من ناحيه جماليه اكثر، وما يهمه اذا كان في تشوه ولا لا. اليوم اغلب الناس عم تلجا لهذا الموضوع من الناحيه الجماليه، فاليوم رح نتعرف على التعويضات السنيه وامتى نحن بنستدعي انه نعمل تعويضات سنيه وشو هي انواعها بالضبط. كل هاي التفاصيل اليوم مع الدكتور ابراهيم تركماني، اختصاصي بتجميل الاسنان والتعويضات الفكيه. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير سوريا. اهلا وسهلا، اسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك وبوجودك معنا لليوم. خلينا بدايه نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالتعويضات السنيه وبشكل خاص التعويضات الفكيه. هلا الموضوع بالتعويضات هي عدة أنواع كلها بتعتمد على الفقد الناتج عن الأسنان أو النسج المحيطة بها، أو مثل ما تفضلتوا بالتعويضات الفكية الوجهية هو الفقد يلي بيشمل أجزاء من الفك أو كل الفك وأجزاء من الوجه مثل الأنف والعين والأذن أو الذقن. هي كلياتها تندرج تحت اسم التعويضات، طبعا هذا عالميا المصطلحات اللي نحن عم نحكي عنها وهي اقسامها. لو بدنا نقول التعويضات انه يعني كيف بيشملوها بطب الاسنان او بيوزعوها ضمن اقسام، فهي بتتوزع بعده مناحي. التعويضات الفكيه الوجهيه والتعويضات المتحركه السنيه وبنفس الوقت التعويضات الثابته. وبالتالي هاي الأقسام يلي علمياً نحن بطب الأسنان بكلية طب الأسنان منقسمها بهالشكل هذا. اليوم دكتور عم نشوف أغلب الناس عم تلجأ للتعويضات الفكية السنية من الناحية الجمالية بدون ما يكون عندها أي تشوهات ممكن يكون، أو حتى يضطرقوا للأمر علاجياً ممكن يكون يلجأوا لها بشكل جزئي أو كلي لجميع الأسنان، هنن يشيلوا أسنانهم يفقدوا أسنانهم ويركبوا بدالهم. خلينا نتعرف على أنواع التعويضات. هلا التعويضات مثل ما حكينا في شيء ثابت وفي شيء متحرك. لو بدنا نقول انه امتى بناخذ الثابت، فمنقول انه نحن بشقين حقيقه، وقت بنعمل الجسور يلي هي بنعرفها كلياتنا، والنقطه الثانيه كمان بنعرف انه في الزرع ويعتبروا من التعويضات الثابته. هدول القسمين بيعوضوا عن أسنان مفقودة سواء كانت عدد من الأسنان أو التعويض عن كامل ما فقد من الأسنان. وقت نحكي عن كامل ما فقد من الأسنان وبالتالي عم نحكي إما خيار تعويض ثابت وهو بالزرعات، أو متحرك هو بالأجهزة الكاملة المتحركة اللي إلها كمان أنواع متعددة. إذا الموضوع حسب الحالة اللي بتكون، لكن حضرتك ذكرتي انه نحن رايحين لاتجاه التعويضات التجميليه وبالتالي ممكن نقلع الاسنان كلها. لا، نحن بطب الاسنان عندنا هدف دائما المحافظه على الطبيعه. يعني الاسنان الطبيعيه هي جزء من رساله طبيب الاسنان انه يحافظ عليها بالشكل الامثل والصحي. الموضوع وقت بنحكي على التعويض وبنقول انه ضروره اجراء التعويض لسبب انه نحن وقت بننشد عياده طبيب اسنان او بننشد الاطباء بننشدهم نتيجه تحذير موجود بالجسم عنا هو الالم. عاده بكون هو المبتغى ليوصلنا لعياده طبيب الاسنان، لكن حقيقه بالتعويضات بهالاختصاص هذا ما بيكون في عنا اي شعور بالالم للروح. بكون في عنا حاجه نشعر فيها او ارشاد يعني ثقافي من طبيب الاسنان أو من خلال الإعلام يوجهنا أنه نحن لازم نجري عمليات التعويضات، وهذا شيء مهم للصحة الفموية وللصحة العامة. ليش ما بيتجلى بألم؟ لأنه نحن الألم نكون مرقنا فيه وقلعنا الأسنان وخلصنا تهينا،
فالمرحلة الثانية هي البقاء ما بعد الألم، وبالتالي بصير في تبدلات بفقد الأسنان، تبدلات جدا مهمة غير واضحة للإنسان ولا يعاني منها، وبالتالي ما بيشعر بحاجة. إمتى بيشعر بحاجة؟ وقت بصير في نواحي تجميلية، وبالتالي بروح على موضوع البعض بفكر بالنواحي التجميلية فقط. حقيقة التعويضات معناتها في إلى شقين، شق تجميلي وهذا مهم جدا، ونشوف نحن يعني المرضى كتير بحاجة لموضوع التجميلي، وفي مرضى ما هم بحاجة لأنها واحد تجميلي، وبالتالي بيفقدوا مع عامل الزمن أجزاء كبيرة من النسج، وهالنسج اللي عم نحكي عنها هي نسج يعني تعويضها كتير صعب بصير، اللي هي العظم، وبالتالي العظم بالفكين هو عظم كتير مهم، ونحن بننظر له بنظرة كتير هامة، لأنه بغيرنا بالوضع الوظيفي بالنسبة للمركب القحفي الوجهي، وبالتالي تغيير الوظيفي يعني نحن عم نروح على موضوع مضغ اللقمة الطعامية بشكل صحي، وبالتالي عم نروح على الصحة العامة. التغير هذا بالعظم ما بيكون ظاهر، وبالتالي المريض ما بياخد بأهميته بشكل كتير كبير إلا بالوعي، يعني بتحسين درجة الوعي والثقافة الطبية، وبالتالي بصير بيدرك أهمية هذا الموضوع، وهذا من خلال برنامجنا هلأ يلي عم نحكي. ضروري نحن نتفهم أنه التبدلات يلي بتصير بالعظم تبدلات كتير مهمة ومكلفة جدا للتعويض عنها، وفي صعوبة، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا يجب الإسراع بالتعويض فور القلع، يعني نحن ما ننتظر الموضوع نترك ونهمله ونعتبره أنه موضوع جمالي ما هو مهم، لا هو موضوع وظيفي، لأنه حتى جماليا فيما بعد يأثر على شكل الوجه، وهذا الشيء بنشوفه نحن أنه ناس عندها قلوع بالأسنان بجهة صحيح. وبلشت تأكل على الجهة الثانية، فالعضلات بتتنامى بالجهة اللي عم يأكل عليها، وبتخف مقوية العضلات بالجهة اللي تم وبعامل السنين، يعني نحن عم نحكي عن تراكم بعوامل، فمنشعر انه في عدم تناظر عند البعض بالوجه نتيجة انه ما عوض بمنطقة معينة من الأسنان. أرجو أن يعني نهمل هذه النقطة على اعتبار انه الفقد بالعظم رايح يشكلنا حتى حالة جمالية، مثل ما ابتدأنا الحديث حالة جمالية مهمة بتبدل بشكل الوجه، وهي نقطة غاية بالأهمية، يعني عم تبدلنا ليس الشكل وإنما حتى بالعمق عم بغير بشكل العضلات، عم بغير بشكل العظم، وعم بنفس الوقت عم بغيرنا أحيانا بشكل النسج يلي بتكون على قمة الارتفاع السنخي. شو قمة الارتفاع السنخي؟ هو نحن وقت بنقلع الأسنان، الأسنان بتكون مرتكزة على قمة جبل يلي هي قمة هالجبل العظمي هذا يلي موجود، وقت بنقلع هذا القمة الجبل بتبلش تاخذ أشكال متنوعة متناقصة ومتبدلة، وبحل محل الكثافة هي أو هالارتفاع هذا نسج متبدلة متحركة، إذا حطينا إصبعتنا بنشعر إنه هي عم تتحرك مانا ثابتة، وهي بتؤدي لمعالجات مضاعفة، وبالتالي بالتعويض بصير في إجراءات مهمة قد تكون أحيانا جراحية وقد تكون أحيانا تعويضية لكن بمراحل متنوعة. تمام دكتور، مين هنون الأشخاص أو الحالات يلي بيضطر فيهن اليوم الدكتور أنه يستخدم تعويضات الفكية؟ هل في أعمار معينة أو في أشخاص ممنوعين من هيدا العلاج أو ممكن عندهم أمراض معينة؟ خلينا نوضح أكثر للمشاهدين مين هنون الحالات المسموح أنه نحن نستخدم تعويضات فكية لهم. كل المرضى أو كل الناس هن مجرد أنه صار عندهم فقد يجب التعويض، حتى بالأطفال يلي طبعا يلي هن بأعمار البزوغ قبل 12 سنة يلي بيكون في عندهم بنسميهم الأسنان المتبدل، يعني في أسنان مختلط، وبالتالي هالأسنان الدائمة والأسنان اللبنية بهالفترة هي بصير في قلوع للأسنان المؤقتة، فبنضطر أحيانا وقت بتصير القلع بوقت غير مناسب انه طبيب الاسنان الاطفال يجري شيء بسميه حافظه المسافه، وهي جزء من التعويض، يعني المحافظه على بنيه الاسنان بالشكل الصحي والجيد لحتى تبزغ الاسنان الدائمه، فهي جزء حقيقه بتبلش من هون، يعني اذا بناخذ نظره عميقه راح نشوف انه التعويض
بلش من عند حافظة المسافة ليقدر يحافظ على صحة فموية جيدة، على تناسق بالقوس السنية اللي بتعطيني هي حقيقة ناحية جمالية للطفل وناحية وظيفية. فنحن نشعر فورا انه الأطفال اللي صار لهم فترة قالعين شلون وجههم منه في أحيانا تناسق بخدودهم بالشفاه، وبالتالي كطبيب الأسنان الأطفال هون منأكد على موضوع دور طب أسنان الأطفال إنه بحافظ على هالمركب القحفي الوجهي، ليس جماليا فقط كما نرى نحن كناس غير خبيرين، أما وقت نطلع كأطباء أسنان خبيرين نحن عم ننظر بالعمق إنه في حركة عضلية متناسقة، يعني نحن عم نعطي تناسق عضلي للمركب القحفي الوجهي لها الطفل هذا لحتى يحافظ على وظيفته والناحية الجمالية والوظيفية. النقطة الثانية، نحن هل مثل ما بدأنا الحديث إنه يجب أن نعوض عند كل الناس؟ طبعا، وما في شيء مستثنى على الإطلاق، ولا حدا طبعا، ولا حدا، حتى بالتعويضات الفكية الوجهية الناس اللي عندهم أمراض سرطانية ويخضعوا للاستئصالات الجراحية بمنطقة الوجه يتم التعويض عن ما فقد من المركب القحفي الوجهي مباشرة خلال العمل الجراحي، وأحيانا نأخذ إجراءات قبل الاستئصال الورمي لنوضع أجهزة بفم المريض لحتى يحافظ على الشكل الوجه أحيانا ويحافظ على الحالة المضغ اللقمي الطعامي أو حالة البلع، وبالتالي منحافظ على صحة المريض من خلال الاستئصالات الورمية. إذن بأشد حالات خلينا نقول المرض يدخل التعويض ويكون حاجة علاجية مهمة حقيقة، وبالتالي يعني أتمنى أنه نحن نروح باتجاه التعويضات بشكل كتير كبير. وحقيقة أنا بدي أقول من خلال هالشاشة الكريمة، ودائما هي دعوة نحن بنوجهها لأخوتنا وأعزائنا المواطنين والمشاهدين، أنه نحن بالجمهورية العربية السورية لا ندعو للعيادات الخاصة، إنما عم ندعو لمراكز حقيقة بوزارة الصحة والجامعات الحكومية والخاصة بالجمهورية العربية السورية اللي بتتبع وزارة التعليم العالي وفيها يعني عيادات كتير مهمة وبمنهجية وأكاديمية عالية المستوى وتقدم خدمات، وعم بحكي تحديدا عن التعويضات بالشكل المجاني وبشكل راقي جدا وعلاجي مهم. فبالتالي الموضوع بالنسبة لنا كل المرضى يعني أو كل المواطنين اللي عندهم فقد بمنطقة الأسنان يجب التعويض بشكل جيد، وطلابنا نحن متعاونين مع مرضانا بشكل كتير كبير ومهم. خلينا دكتور ناخذ نصيحة مهمة منك بخصوص الأشخاص يلي ما بيكون عندهم أي تشوهات أو أي شيء بيستدعي لحتى أنهم يلجأوا للتعويضات الفكية السنية، بيلجأوا منها فيها للناحية الجمالية، تنصح أنت اليوم الأشخاص أنهم حتى لو ما في أي ضرر بأسنانهم يلجأوا للتعويضات التجميلية بحيث أنه طبعاً بده ينبرد السم يتصغر، أنا هذا قصدي يمكن كان شوي بموضوع الفقد، أو ممكن يلجأوا كمان لسحب العصاب ويصير أنه من الناحية الجمالية كأسنان أجمل يعني؟ هلا الموضوع التجميلي بالأسنان هو موضوع له شقين حقيقةً، اسمحوا لي بنقطتين نضوي عليهم. أول شيء المريضة أو المريض يلي عم يراجع الطبيب يلي عم يطلب الحالة التجميلية، وهي الحالة التجميلية هي رغبة حقيقة أحياناً بكون محق الشخص فيها بشكل كتير كبير، وأحياناً لا، يعني بكون في حالة مبالغة. خلينا ننتقل هون لنقطة من وجهة نظر طبية عن طبيب الأسنان. دور طبيب الأسنان إنه هو وقت بكون في حالة تجميلية حقيقية وملحة يجب إجراء هذا العمل. وقت اللي بكون في حالة يعني مبالغ فيها لا، أنا بشوف إنه دور طبيب الأسنان يناقش ويقنع. الموضوع وقت اللي بنقنع حدا بفكرة فممكن يقتنع من الطبيب ويبرهن له وين النقاط اللي ممكن يصير فيها أحياناً تحسينات كتير لطيفة وبسيطة، ما نكون مدعاة لأنه نعمل خسارات كتير كبيرة. ليش أنا بقول هالكلام هذا؟ إنه لأنه نحن حقيقة بطب الأسنان علم يتطور باستمرار،
حلم يتطور باستمرار وبشكل متسارع جدا، وبالتالي هاي النقطة التسارع بالتطور سواء بالأجهزة أو بالإمكانيات الدوائية يعني بخلينا أنه نحن لو عملنا الإجراء يلي مقتنع فيه طبيبنا طبيب الأسنان أخصائي تجميل الأسنان بالفكرة، فهو بيكون عنده رؤية لموضوع بالمستقبل ممكن يكون يعني موضوع العلاج التجميلي أفضل بكتير. هذا الشيء قرار أنا بشوفه طبي 100%. نحن نرغب دائما بأشياء لكن حقيقة نجهل أشياء تانية. مثل ما تفضلتي حضرتك أنا ما بضحي يعني بأسنان طبيعية مشان أعمل حركة معينة بالأسنان، هي لأنه هلأ موضة ممكن تلتغى بعد فترة من الزمن، لكن مع التجميل وتكون حالي مهمة جدا وحقيقة تعطي تغير بالشخصيات بشكل كتير كبير ومهم، ويضفي الحالة التجميلية بشكل كتير كبير. وخلينا نروح للشق لأنه نحن ننظر للناحية التجميلية هي حالة بعد نفسي وبالتالي هي صحة نفسية. وقت نحسن الناحية التجميلية نحن ما عم نحكي عن موضة، عم نحكي على ناحية صحة نفسية عند الشخص، وبالتالي كلياتنا بنكون واثقين من نفسنا وقت بناخذ الشيء يلي بدنا من الناحية التجميلية، وبالتالي بيعطي بعد وراحة نفسية بشكل كتير كبير. وفي ناس مضطرين لأنه يكونوا يعني ناحية تجميلية مهمة وبأعمار مهمة بتكون ضرورية. ومنشوف هلأ نظرة المجتمع ما عاد في عمر، يعني حتى مهما كانت المرحلة العمرية بتلاقي عم يطالب أنه يحسن النواحي التجميلية، وهي حقيقة حالة ثقافية اعتناء بالصحة العامة والصحة الفموية بشكل كتير كبير ومتطور، يعني حالة المجتمع هاي. وهي نحن يلي الفضل الإلهي حقيقة لأطباء الأسنان يلي من خلال الإعلام الكريم عم ينشر الثقافة بشكل جيد، وشكرا للإعلام أنه يستضيفنا بنوضح للإخوة المواطنين هيك آراء. أكيد دكتور، بالختام يعني بسريعا اليوم احنا حكينا عن التعويضات السنية وعنا اليوم معهد للتعويضات السنية عم يكون سنتين، هل برأيك اليوم هو بهي السنتين كافي اليوم لحتى يمتلك طبيب الإمكانيات والأساسيات لحتى يدخل بسوق العمل؟ هلأ نحن بدنا نقول أنه التجميل وتعويضات الأسنان هي مو تعتمد على المعهد، هو المعهد هو يعني عبارة عن ناس مخبريين لهم قدراتهم المهارية مهارات يدوية عالية المستوى حقيقة، موجودين بسوق العمل بشكل كتير منيح سواء خارجيا أو داخليا بسوريا. والمعهد أثبت يعني عم بحكي عن معاهد التعويضات بالجمهورية العربية السورية واللي تابعة لوزارة التعليم العالي، هن يعني معاهد كتير مهمة قدروا أوجدوا كوادر علمية رائعة جدا جدا. وطبعاً هدول دائماً بيطوروا بنفسهم من خلال الدورات يلي بتقيمها النقابات أو الجامعات أو خارج سوريا، وبالتالي بيكونوا هن يعني كوادر كتير مهمة لأنه هي مهنة كتير مهمة. هن الشق الأول. الشق الثاني اللي بدي أحكي عنه هن الأطباء يلي اختصاصهم بالتعويضات وبالتجميل للأسنان. لا هدول ناس بيدرسوا طب أسنان ويتخرجوا من كلية طب الأسنان أطباء أكيد. بعدين بيعملوا الماستر أو الماجستير سواء بشقيها التأهيل والتخصص أو بالأكاديمي أو بروح على موضوع الدكتوراه. فالكفاءات يلي بالتعويضات الموجودة بسوريا كفاءات عالية أكاديمية إلى خصوصيتها الكبيرة حقيقة. وهذا الشيء اللي نحن ننوه عنه لأنه مو أنه يعني الموضوع عبارة عن سنتين، لا هو عبارة عن قسمين، في طبيب تجميل الأسنان والتعويضات هو جزء من مهم هو صاحب القرار، وبتبقى الكفاءات. وهالكفاءات العالية اللي عنا ياها حقيقة بدي أقول كلياتهم عم يروحوا باتجاه انه صحيح يمتلكوا الادوات، ليش انا بحكي عن الدورات وبضلوا متابعين لانه عم يمتلكوا المخابر المتطوره بالاجهزه، وبالتالي كله بنشوفهم هلا صاروا بالكمبيوترايز يعني الموضوع بالحاسوب، وبالتالي عم يشوفوا برامج كتير مهمه وعم يشتغلوا عليها. وبالتالي صار اذا بنشوف بالشام في تقنيات جدا مهمه وصلى فترات كبيرة ودائما في تطور
موضوع المخابر والعيادات بنفس الوقت. أكيد دكتور، بالختام كمان ننوه على شغلة كتير مهمة، أي دكتور بحس في عنده ضعف ببعض النقاط عنده أكيد يسجل دورات ويقوي حاله، لأنه هي بالنهاية سلامة مرضى وجمالنا بالنهاية. شكرا لك، كنت معنا اليوم دكتور إبراهيم تركماني، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لكل المعلومات القيمة يلي قدمت لنا إياها دكتور، أهلا وسهلا فيك. شكرا.